ننطلق الشوط أيها السيدات والسادة أيها المتابعون الكرام للخيل العربية الأصيلة، انطلاقة الميدن. هنا نشاهد الوسمية من البداية مبكرا، الجواد رقم 15 زير الوسمية على المركز الأول في صدارة هذا الشوط. الشحانية أيضا خطوة بخطوة مع الجواد مثل ما نشوف، كامبان والدي غزال على المركز الأول. للشحانية سمو الشيخ محمد بن خليفة الثاني، تغير الأمور لصالح زير الوسمية على الصدارة، بينما المركز الثاني كما نشاهد الجواد خراش النايب سوق دي كاندليون على المركز الثالث. ورابعا الجواد حراز النايف، حراز النايف لعبد الله بن ناصر الثاني، مارفن سورلاند على المركز الرابع، بينما خامسا يتواجد بتيل، بتيل لسعيد بن مبارك بن جفال النعيمي ويليام لي على المركز الخامس، بينما سادسا يتواجد الوعب لابناء الغزالي هاري بنتلي. اذا نعود الى الصداره والمركز الاول زير الوسميه لا يزال يحلق في الصداره مع سليم غلام، بينما المركز الثاني كامبان ولدي غزال لسمو الشيخ محمد بن خليفة الثاني على المركز الثاني، بينما ثالثا نشاهد نتراجع لنشاهد اللي هو النايف مارفن سورلاند حراز النايف عبد الله بن ناصر الأحمد الثاني عامر هيف دي فاوست على المركز الثالث. إذا نترى نعود إلى الصدارة والمركز الأول، الشحانية كامبان ولدي غزال على المركز الأول صدارة هذا الشوط، يخطف الصدارة لسه زير الوسمية على الصدارة كامبان ولدي غزال. يأتي من المركز الثاني محاولة النايف على المركز الثالث والرابع، يبدو لي الأقوى هو خراش النايف. إذا نعود إلى الصدارة زير الوسمية، زير الوسمية على المركز الأول تغير لكامبان ولدي غزال، سلالة دورمان تضرب الآن للشحانية سمو الشيخ محمد بن خليفة الثاني. إذا يا سيدات والسادة يبدو للنايف، النايف هنا، ومن القادم أصيل أوليفر الآن مع بيير كونفرتينو. السيدات والسادة البانديميون وأصيل كونفرتينو يفوز بهذا الشوط بالمركز الأول. يا سيدات والسادة الجواد رقم 5 يا عبدي، جاء النهائية تظهر معنا على الشاشة أيها المتابعون الكرام. جاء في المركز الأول جواد أصيل لأوليفر ماتيرن مدربة البانديميول وبقيادة كونفرتينو. المركز الثاني من نصيب جواد رقم 8 الجواد حراز النايف عبد الله بن ناصر أحمد الثاني ومارفن سورلاند. المركز الثالث ذهب لصالح الجواد خراش النايف عبد الله بن ناصر أحمد الثاني جيرالدا فرانش. ورابعا من نصيب الجواد مثل ما احنا شايفين كامبان ولدي غزال لسمو الشيخ محمد بن خليفة الثاني وتايوشي. وخامسا لصالح ثلاثة الوعب لأبناء جاسم الغزالي وهاري بنتلي. ألف مبروك.